مباراة. شوف 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 الكرة شوف الكرة شوف الكرة، لسه ما فيش تسلل اتلعبت، والراجل عمل ضبط التايمينج بتاعه مظبوط، ما يقدرش يعمل احمد عادل، ده انفراد. الكرة على طول تسكن في الشباك، كان في حالة توهان من دفاع النادي الاهلي، وقبلها كان في حالة يعني تحس كده ان عايزين المباراة تخلص. شوف العودة بتاعت الخط الدفاعي كله او اللاعبين هم في الوضع الدفاعي. هدف اللي محمد الشامي يخرج المباراة من رتبتها. ممكن كان ميدو جابر، ميدو جابر لعبها لحظة ما زميله ابتدى يفقد الامل انه يبعتها له، هدف التعادل للنادي الاهلي. مباراة غريبة، والكرة اللي هي تقدر تقول ميتة او ماتت. صالح جمعة بيقول لا، انا يوميني دول، انا وجودي في النادي الاهلي في الفترة الاخيرة عامل الفارق. جبت جولين في امبي، وجبت جول في جولين في سموحة، وجول في امبي، وجول في المصري. ادي على طول صالح جمعة يعيد المباراة لنقطة التعادل من جديد. رايح له عماد متعب بيقول له خلاص نهدى، احمد ايوب وحسام البدري. شوفوا حضراتكم ادي هنا يعني سيد عبد الحفيظ، و ما فيش ما تدوش فرصه لحد تدخلوا في اشتباكات او في حوارات جانبيه. المباراه حلوه، اللعيبه تمام، الجهازين الفنيين اخر كلام، اخر حلاوه، اخر جمال. هنا شوف هو اللي احيا الكره بعد ما ضاعت، وبالقدم اليسرى على طول.